الحالة اللي بعد كده. نشوف الحالة اللي جاية، حالة مهمة جدا جدا يا كابتن الشريف. وهذه الحالات يعني عاوز أقول حالات مهمة جدا جدا، دي تقريبا كانت في الدقيقة 20 مروان عطية. لو معانا برضك هنشوف هنا اللقطة غير كده خالص. اللقطة هنا اللاعب هنا بنتكلم على اعتبارات. في كونسنتريشن للقرار. مفيش قرار بيطلع كده كابتن أيمن. مفيش حاجة اسمها بالاعتبارات. في حاجة عندنا اعتبارات بتشتغل عليها. صحيح. اعتبارات إيه هي؟ بنتكلم على اللاعب العنيف أو القوة الزايدة، بنتكلم على ثلاث حاجات مهمين جدا، بنتكلم على المسافة ما بين اللاعب المنافس ومروان عطية كانت فين؟ بنتكلم على القوة اللي تم استخدامها، بنتكلم على السلاح، ده سلاح بالنسبة للاعب ده كابتن بلال، ده سلاح اللي هو الستارز ده بنسميه سلاح هنا لما يدخل بالشكل دوت وبعدين الستارز يقف على قدم مروان عطية. هنا أنا شايف من وجهة نظري هنا بطاقة حمراء هنا يعني تستحق هذه الحالة، ويمكن هنا حكم الفار عمل كونفيرم على القرار كابتن بلال على أن ديت أقصى درجات التهور. أيوه من رأيه. فاكتفى بالكارت الأصفر. فاكتفى بالأصفر. صحيح. ولكن أنا لو تقول لي رأيك أنا كمحلل، أنا شايف أن هنا في استخدام قوة زايدة، ستارز رايح في مكان عالي، القوة والسرعة كمان بتديني قناعات بأن هذه الحالة حالة طرد لروجر لاعب الترجي. عموما هي ما اثرتش، هي كابتن بلال هنا النادي الاهلي كسب، وهنا لعبه ما اثرتش في نتيجه المباراه كابتن اسامه.